الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة طلاب الفرقة التانية، ناخد مع بعض النهاردة عينة الديافرام. هناخد الديافرام. الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز زي ما احنا عارفين. أيوة أهو ده قدامي، ده الديافرام. ده بيمثل البارتيشن أو السيبريشن أو الحد الفاصل ما بين الأبدومينال كافيتي والثوراسيك كافيتي. يعني أنا لو شلت ده كده هلاقي الثوراسيك كافيتي ورا، وادي هنا الابدومينال كافيتي، يبقى هو الفاصل او السيبريشن ما بين الابدومينال كافيتي والثوراسيك كافيتي، ده اللي هو الدايفرام. بيبقى دوم شيب زي ما احنا شايفين، بيبقى له اتنين سيرفيس. السيرفيس اللي قدامي ده الابدومينال سيرفيس بتاعه مواجه الابدومينال كافيتي، اما السيرفيس الثاني من ناحيه الثوراسيك كافيتي اللي هو الثوراسيك سيرفيس. الدايفرام لما اجي اشوف الاستراكشر بتاعه بيتكون من ايه، بيتكون عندي من فليشي بارت وتندينياس بارت. فليشي بارت وتندينياس بارت. الفليشي بارت عبارة عندي عن ثلاث اجزاء. ايه هما؟ عندي الجزء ده اللي بيبقى مواجه للريبس للضلوع، دي بقول عليه كوستال بارت. كوستال بارت اوف دايفرام. كوستال بارت. وهنا نفس القصة من الناحية التانية. بعد كده في عندي اللي هو الجزء ده يبقى تاتشت في الاسترنال، فبقول عليه الاسترنال بارت. استرنال بارت اوف الدايفرام. يبقى كوستال بارت ده الاسترنال بارت. طب الجزء الثالث اللي هو اللامبر بارت، اللي هو ايه؟ اللامبر بارت. وده بيبقى عباره عندي عن تو كروس، اتنين كروس او كروره. في عندي ادي واحد، ادي كروس، وادي الكروس الثاني. ده بقول عليه الرايت كروس. ده بقول عليه ايه؟ ده بقول عليه الرايت كروس. طب الثاني ده الليفت كروس. يبقى ده الرايت كراس وده الليفت كراس. الرايت كراس بيبقى اكبر من الليفت، بيبقى قده، سوري بيبقى اكبر منه، يبقى الرايت كراس وده الليفت كراس. الرايت بيبقى قده مرتين. ده بالنسبه للفليش بارت. طيب الجزء الثاني اللي هو السنترال تندينياس بارت، اللي هو الجزء الابيض اللامع اللي قدامي ده السنترال تندينياس بارت اوف الدايفرام. سنترال تندينياس بارت اوف الدايفرام. هشوف ايه تاني؟ هلاقي ان الدايفرام بيحتوي معايا على ثلاثة اوبننج، ثلاث فتحات او ثلاثة هياتس. اللي بتبقى موجودة في السنترال تندينياس بارت اللي فيها الفورسبس دي بيقول على الكيفل فورامينا. كيفل فورامينا او الكيفل هياتس، ودي بيعدي منها الكودا الفينا كافا. شنو يروح يفتح في الرايت اتر. يبقى دي عبارة عندي عن الكيفل فورامينا. وبلاقي على الجانبين بتوعها في تو فين واضحين قوي اهم، دول فينز بتاعه الدايفرام اللي هم الفرينيك فين. الفرينيك فين اللي هم اللون الازرق اللي على الجانبين دول، ادي واحد وادي الثاني، بيبقوا برده على جانبين، يروح يفتحوا في القدر الفيناكافا اللي هو بيعدي من الكيفل فرامن او كيفل هايبس. الفتحه الثانيه عندي اللي هي دي بتبقى مخترقه الرايت كراس. بتبقى مخترقه ايه؟ مخترقه الرايت كراس. اسمها ايه دي؟ اسمها الاسوفجيال هياتس. اسمها الفتحه اسمها اسوفجيال هياتس. ليه؟ لان بيمشي او بيعدي منها الاسوفيكس، بيعدي جزء من الاسوفيكس اهو ماشي في الاسوفجيال هياتس. بيعدي منها الاسوفيكس بس؟ لا، بيعدي منها الدورزا الفيجا نيرف ترانك والفنترال فيجا نيرف ترانك، الاسوفجيال برانش في البرايتل بتاع السيلياك ارتر. يبقى ده عباره عندي، يبقى تاني سوري ال بتاع ده الاسوفجيال هياتس اهي، اللي بيمشي منها جزء من الاسوفيكس باين معايا اهو، الاسوفيكس والدورزال والفنترال فيجا نيرف ترانك. الفتحه الثالثه واللي بتبقى موجوده عندي ما بين الرايت والليفت كراس، الرايت والليفت كراس اللي هي فتحه الاورطه او الاوبننج اللي بيعدي منها الديسندنج اورطه اللي هي الاورتيك هياتس. الاورتيك هياتس موجوده ما بين التكرور. الاورتيك هياتس بعد منها الديسندنج اورتا والفينا سايجاس والسيسترنا كايلو. طيب دي بالنسبه للثري اوبننج بتوع الدايفرام. يبقى هقول اجزاء الدايفرام تاني كده. في عندي كوستال بارت، استرنال بارت، لامبر بارت، رايت كراس، ليفت كراس. بعد كده عندي كيفال فورامينا الفتحات، كيفال فورامينا، كيفال هياتس، اسوفجيال هياتس اللي ماشي فيها الاسوفيكس، وتالت فتحه بين الرايت والليفت كراس اللي هي الاورتيك هياتس. طيب
بيقول ان الدايفرام كل الصور الابدومينال كافيتي والثوراس كافيتي بيبقوا مفصولين الفصل التامي عندي بالدايفرام، فيما عدا في منطقه بتبقى موجوده ديفويد من الدايفرام مفيش فيها دايفرام. اما للفصل ما هيبقى ازاي في سيباريشن بين الابدومين والثوراكس الدكتوره، في عند المنطقه دي بتبقى خاليه من الدايفرام مفيش فيها دايفرام، بس هي عباره عندي عن او اللي بيبقى عاملها هما تو سيروس ميمبرين. شايفين الممبرين اهي دي الممبرين تو سيروس ميمبرين اللي احنا بنقول عليهم. هما ايه بقى تو سيروس ميمبرين؟ التو سيروس ميمبرين عباره عن البرايتال بروتونيه من ناحيه الابدومين والبرايتال باللورا من ناحيه الثوركس. دول اللي بيبقوا مبطنين الدايفرام، برايتال باللورا من ناحيه الابدومين وبرايتال سوري برايتال بروتونيه من ناحيه الابدومين وبرايتال باللورا من ناحيه الثوركس. المنطقه دي بقى مفيش فيها دايفرام، بس التو ساك بيبقوا مقابلين لبعض والدايفرام سحب بالنص، ما فيش فيه دايفرام، بقى هما الاثنين بس اللي موجودين اللي هي البرايتال باللورا والبرايتال بروتونيه. دول تو ساكس بيبقوا مغطيين المنطقه دي اللي هي ديفويد من الدايفرام، وده انا بسميها اللامبو كوستال ارش. لامبو كوستال ارش، لامبو كوستال ايه؟ لامبو كوستال ارش. هشوف ايه تاني معايا في العينه دي. نشوف مع بعض حاجه اسمها السيلياكو ميزنتريك جانجلي. السيلياكو ميزنتريك جانجلي عبارة عن ايه؟ السيلياكو ميزنتريك جانجليان دي، دول التو كيدني معاهم واضحين، دي الليفت كيدني ودي الرايت كيدني. الجانجليا اللي انا بقول عليها اللي هي السيلياكو ميزنتريك جانجليا اللي هي دي جانجليا من البيري فيرتبرال جانجليا، اسمها السيلياكو ميزنتريك جانجليا. اسمها ايه؟ اسمها السيلياكو ميزنتريك جانجليا. ليه اسمها كده؟ لانها بتبقى موجودة عندي ما بين الاوريجن بتاع الكرينيال ميزنتريك ارتري، الاورجن بتاع الكرينيال ميزنتريك ارتري والاورجن بتاع السيلياك ارتري، بتبقى موجوده اهي في النص ما بينهم اهي، اسمها سيلياكو ميزنتريك جانجلي. الجانجلي اللي بتبقى بيرد يعني موجوده على الليفت وموجوده على الرايت. على الليفت بتبقى كفرد بالليفت ادرينال جلاند، بس هي اتقطعت من هنا عشان اوضح الاستراكشر، بتبقى كفرد بالليفت ادرينال جلاند، اما على الرايت بتبقى مغطيه بالكودا الفينا كفر. طيب نشوف هنا كده السيلياكو ميزنتريك جانجلي دي بيدخلها فايبرز بور على البري جانجليونيك وبيخرج منها فايبرز بور على البوست جانجليونيك فايبر. ايه اللي بيدخل السيلياكو ميزنتريك جانجليون؟ بيدخلها اتنين نيرف جايين من بيعدوا من اللامبو كوستال ارش اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده. ايه هما الاتنين نيرف؟ في واحد كبير اهو، نيرف كبير اسمه الجريتر سبلانكينك نيرف، جريتر سبلانكينك نيرف، والنيرف التاني معاه اصغر شويه اسمه ليزر سبلانكينك نيرف. يبقى ده الجريتر سبلانكينك نيرف وده الليزر سبلانكينك نيرف، ده بيمثلوا البري جانجليونيك فايبر للسيلياكو ميزنتريك جانجليون. تمام، بيروح لها ايه تاني؟ بيروح لها السمباثيك تشين. سمباثيك تشين معانا السمباثيك تشين بتمشي معايا هنا اهيت وتروح للجانجليون، برضو بتمثل بري جانجليونيك فايبر. يبقى تاني دول مهمين اهم، جريتر سبلانكينك نيرف جاي من اللامبو كوستال ارش، جاي من الثوراكس يعدي من اللامبو كوستال ارش يروح للجانجليون، ومعايا الليزر سبلانكينك نيرف. ليزر سبلانكينك نيرف يا اما يروح ينتهي في السيلياكو ميزنتريك جانجليا يا اما يروح ينتهي في الرينال بلكسس او الرينال جانجلي او الليفت ادري او الادرينال جلان. ده اللي هو الليزر سبلانكينك نيرف وده الجريتر سبلانكينك نيرف والسمباثيك تشين زي ما احنا قلنا. ايه بقى البوست اللي بيخرج منها؟ بيخرج منها معايا بلكسس تروح للكدني اهي، دي بقول عليها رينال بلكسس، رينال بلكسس راح للكدني. وايه تاني؟ وبلكسس دي بقول عليها اورتيك بلكسس، ماشيه جنب الاورت اهي او مع الاورت، الاورتيك بلكسس يبقى رينال بلكسس اورتيك بلكسس. طيب من اسمها هي اسمها سيلياكو ميزنتريك جانجليا، يبقى كده هتدي بلكسس للكرينيال ميزنتريك ارتري تروح تتفرع زي تفرعات الكرينيال ميزنتريك ارتري بالظبط اللي هي الميزنتريك بلكسس، ميزنتريك بلكسس. وهتدي للسيلياك ارتري برضو سيلياك بلكسس،
هتتفرع مع تفرعات السيلياك ارتري اللي احنا خدناها مع بعض، الهيباتيك والاسبلينيك والليفت جاستري. كل الحاجات اللي خارجه منها دي بوست جانجليونيك. ادي البلكسس اهي من الجانجليا، هي برضو من ناحيه الرايت، من ناحيه الرايت. يبقى دي واحده على الرايت والثانيه هي على الليفت، قلنا ان هما بيبقوا بيرد. تمام. في ايه تاني معايا؟ في عندي ده اللي هو بيبقى دورزال للاسوفيكس، اللي هو الدورزال فيجال نيرف ترانك او الدورزال اسوفيجيال نيرف ترانك. دورزال فيجال نيرف ترانك او الدورزال اسوفيجيال نيرف ترانك، ده دورزال للاسوفيكس. وايه تاني؟ بيبقى في واحد فنترال للاسوفيكس ماشي تحت الاسوفيكس، اللي هو الفنترال فيجال نيرف ترانك او الفنترال اسوفيجيال نيرف ترانك. دي بالنسبه لي جنجل. شايفين ده اللي خارج من الكدني؟ ده اليورتر ستراكشر، واضح اهو اللي هو اليورتر، واضح معايا؟ ده اللي هو الابدومينال اورت، الابدومينال اورت. دي الرايت ادرينال جلاند، الليفت قلنا موجوده هنا، بتبقى مقطوعه هنا في العينه. هشوف ايه تاني معايا في العينه؟ هنشوف عضلات، مجموعه من العضلات بقول عليها السب لامبر ماسلز. السب لامبر ماسلز عباره عندي عن ايه؟ عباره عندي عن العضله الصغيره دي يس، سوس مينور. سوس مينور طبعا اللي موجود هنا هو موجود هنا برضو اهي، سوس مينور، سوس مينور مصل. بعد كده عندي السوس ميجور، سوس ميجور، سوس ميجور مصل. واللي بتبقى موجوده عندي على البون على طول دي هي الكوادريتاس لامبورم، كوادريتاس لامبورم، عضله الكوادريتاس لامبورم. في عضله اسمها الالياكس ماسل بتبقى موجود معايا، بتبقى واضحه على البلفيك ليم، بتقطع مع البلفيك ليم. يبقى انا عندي السوس مينور، السوس ميجور، والكوادريتاس لامبورا ماسل، كوادريتاس لامبورا ماسل. شكرا.